مرحبا بكم في مكتبات هاليفاكس العامة. فروعنا 14 في جميع أنحاء هاليفاكس لديها مجموعة من الخدمات والبرامج والموارد لجميع الأعمار. الاستعارة: تحتاج إلى بطاقة المكتبة للاستفادة بالخدمات المتوفرة لدينا مثل استعارة الكتب. يمكنك استخدام هذه البطاقة في جميع فروعنا. للحصول على هذه البطاقة المجانية يجب تقديم مصدرين لإثبات الشخصية. يمكنك استعارة الكتب ذاتياً من خلال الماكينات المتوفرة داخل المكتبة أو عن طريق مكتب خدمة العملاء، محدداً بالإيصال الذي ستحصل عليه آخر موعد لاسترجاع المواد المستعارة. في حالة إتلاف المادة المستعارة أو تأخيرها أو فقدانها، سيكون هناك غرامة لذلك. للتسهيل على عملائنا، لدينا صناديق مثبتة بالجدران الخارجية لإرجاع المواد المستعارة في غير أوقات الدوام الرسمي للمكتبة. المختارات: يوجد لدى المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب والمجلات والجرائد والكتب الرقمية، بالإضافة إلى الأقراص المدمجة CDs والDVDs. للأشخاص الغير الناطقين بالإنجليزية يوجد لدينا وسائل متعددة لتعليم هذه اللغة، وكذلك مصادر متعددة للغات أخرى، ما يزيد عن 20 لغة أخرى. البرامج والخدمات: يتوفر لدى مكتبات هاليفاكس العامة برامج مجانية لكل الأعمار والاهتمامات. يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة أوقات هذه البرامج. يوجد لدينا برامج للأطفال للمرحلة التمهيدية للمدرسة، والتي تنمي مهارات القراءة وتقدم الأنشطة الترفيهية للأسرة. توفر المكتبة برامج لتعليم اللغة الإنجليزية، المحادثة والقراءة والكتابة، والكثير من البرامج التي تهدف إلى التأقلم والاندماج في المجتمع الكندي. تستضيف المكتبة العديد من الأحداث الثقافية والفنية. للالتقاء بأشخاص لهم نفس الاهتمامات، يمكنكم الانضمام إلى إحدى برامجنا الترفيهية مثل فصول الحياكة. تقدم المكتبة فصول لتعليم مبادئ الكمبيوتر والتقنيات الحديثة بجميع فروعنا. بعض هذه الفصول تقدم بلغات متعددة. تقدم المكتبة فرص للأعمال التطوعية للشباب والكبار. توفر المكتبة أماكن مريحة للجلوس والقراءة ومقابلة الأصدقاء أو حتى الاسترخاء. تعمل مكتبات هاليفاكس العامة على راحتكم واستقبالكم بمجتمعنا، وجعلها تجربة فريدة من نوعها. لذا انضم إلينا وتمتع بمكتبتك.